هذا البرنامج برعاية هلا بدي اترككم تنتقلوا مع زميلتي خلود في مطبخنا والشيف نبيل ونشوف شو محضرين لنا اكلات اليوم. يسعد صباحكم ويعطيكم العافيه. يسعد صباحك وشكرا لك. واكيد كنا بنتمنى تكون موجود معنا بس المطبخ فقط للستات اونلي، فشكرا لوجودك. مساحتكم لك، يعطيك الف عافيه. صباح الخير شيف نبيل. صباح الورد والياسمين، كيف حالك؟ والله تمام، انت كيفك؟ انا منيحه، كل ما اتركك يوم تحلوي اكثر. يا حبيبه قلبي، بلا من هالمجاملات ادخلي لي على الاكله. هيني محضر الميات اليوم. كنا قبل شوي مع السيد حمد النعيمي، انا وياك طبعا نوجه له تحيه مره ثانيه وشكرا على المعلومات. ما شاء الله، يعني انا شهادتي مجروحه فيه. ما شاء الله انسان جدا رائع. صح. وعنده معلومات قيم جدا. يعني بيحكي لك الباستا كيف الفكره اجت، كيف انصنعت. ما شاء الله، هذا مريح جدا لما تحسي اليوم كيف اليوم مثلا انت كشيف اليوم انا بسالك طب هاي الاكله ليش سويتيها، شو استعملتي فيها، شو حطيتي، لما تحسي انه صاحب مصنع ما شاء الله وعنده هالبرودكت وفاهم ادق التفاصيل، فقد ايه هذا مريح لنا احنا انه انا اليوم بكل ثقه عمياء بصراحه بفوت باخذ البرودكت اللي عندنا وبضلني طالعه بطمنة. ايوه بتعرف حتى مش المنتج كمان الباكيت. صح. الباكيت حتى ما شاء الله مش بتفتحيه بسرعه بتكسر، حتى بقولي انا الباكيت محطه طبقتين. يا الله بدها درجه فهمان. على كل حال بدنا نوجه له طبعا تحيه ونشكره على وجوده معنا. واليوم اكيد اكلتنا باستا، اكلتنا باستا وكمان سلطه الباستا، وبدنا نعمل عصير الليمون والنعناع. يا حبيت انا الصوت العالي الجهوري اليوم من جبل طالع فيها طالع. فايت فوتك اليوم. يلا خلينا نبلش طبعا مع مقاديرك، تفضلي. رح نحتاج نعمل المعكرونه بالبشاميل، معكرونه اكيد معكرونه العنابي، للحمه مفرومه وبصل وجبنه الموزاريلا، بدي احط معلقه من الرب البندوره اكيد ملح، واكيد رح يميزها كمان هي بهارات ابراهيم مقبل. راح استخدم الفلفل الاسود والبهارات المشكله وشوي من البهارات الايطاليه. تمام. ما بعرف بتحبي نطلع بريك ولا ما في داعي نبلش بطبختنا على السريع؟ ما في داعي، ميتنا غليه. يلا على السريع خلينا نبلش. اذا هي اوريدي محضره الشيف نيفين المي وراح تبلش هلا بسلق الباستا. طبعا زي ما قلت لكم ودائما زي ما بقول العنابي هو نمبر 1 يا جماعه، وكان السيد حمد كمان عم بيحكي نيفين، ما بعرف سمعتيه او لا، انا سالته انه مش عم نقدر للاسف انه نلاقيه بكل محل، بجوز هاي الصعوبه اللي هلا ممكن مشاهدينا كمان يحسوا فيها، لكن هو وعد انه خلال يعني 10 ايام اسبوعين رح يتواجد، رح يكون موجود بكل الهايبر ماركتس بكل الاسواق ما عدا طبعا سوق واحد، ورح اكيد بس يعني بمجرد ما يعني يصير الديلز اكيد رح نخبركم وين ممكن تلاقوا باستا العنابي. باستا العنابي مواد طبيعيه 100% من القمح الصلب، طلع شوفي انا صرت فاهمه القشره الثانيه للقمح. ايوه بعدين بقول لك لما طلع على ايطاليا شاف الفرق ما بين الباستا اللي احنا بناكلها والباستا الايطاليه، وهذا على اساسه حبوا انهم يعني يشتغلوا على موضوع الباستا. هويه قطريه ومنتجات قطريه اكيد كل اللي بس فيها. شوفي المنتج مستاهل اني اروح انا هلا وين موجود اروح ادور طبعا عليه. طبعا. طيب هلا على الغاز راح احط طبعا رح نحتاج للبشاميل. انا للسهوله عملته الصبح قبل ما خلصتي حكي، انا قلت بدي اسوي البشاميل واجهزه. لا احنا بنعطيكي مجال البشاميل. خلينا نحكي كيف سوينا. كيف حطيت 6 معالق من الطحين و6 معالق من الزبده وضليتني احرك فيهم لحد ما تحمرت او تحمصت، بنحكي لها الطحين. بعد ما تحمص وتمام نزلت عليها بليتر ونص من الحليب السائل. لا تخافي تقولي كتبت، ضلك حركي تمام. بعدين حطيت عليها بهارات مقبل اللي هي ايطاليه وملح وفلفل اسود فقط لا غير. طبعا كمان نوجه تحيه لبهارات ابراهيم مقبل. يا جماعه في ناس بجوز ما بيعرفوا بفكروا انه احنا بس فقط لما بنقول بهارات هي فقط بهارات عند ابراهيم مقبل سبايس شيف، لا هم اعشاب، هم بن، هم مطاحن، عندهم كل انواع البهارات يعني اللي بيخطر على بالك او اللي ما بيخطر على بالك موجودين بمرج الحمام، بطبربور، بجبل النصر، وكل يوم عندنا جوائز مقدمه من بهارات ابراهيم مقبل. كمان نقول مبروك لكل الناس اللي عم بيربحوا معنا كل يوم بيومه، بتقدروا تروحوا لاي فرع من فروعهم اكيد وتاخذوا جوائز كم. ايوه او وصونا يعني عادي احنا بنجيب، او في سوق العروض كمان، او في سوق العروض تطبيق يعني وانت قاعده هلا بتقدري انك انت توصي وبوصلك محل ما انت. طب البشاميل اذا كبتلت قلتي لي ايش حلها، اضلني احرك؟ لا هي رح تقولي لا كبتلت، لا تخافي ضلك حركي. هلا في بشاميل بنعمل على البارد، كيف يعني على البارد؟ بالخلاط بحط الطحين والزبده والحليب وبضل هيك زي العصير وبحطهم تمام. بس انا بحب الحليب يتحمص
انا هيك. بس انت ممكن انت مستعجله على الخلاط. انا عندي بجيب بالضبط، انت جيبي الخلاط ممتاز. رأني مش رح تطلع بفائدة أنت من المطبخ؟ لا جيبي جا. أسمعي كنت قبل شوفي أنا وين اتطورت نبيين، كنت قبل أجيب اللي هو الباكيت اللي بتعمليه على النار مع الحليب المقاطع. مش بالضرورة مقاطعة، في شغلات مش مقاطعة، في منتجات عربية. أوكي تمام. هو أنا بعد مقاطعة قاطعته تمام. بس انا قلت خلاص لا لا لا، في منتجات عربيه عادي دورتي على البدائل يعني. بس اللي هي انا ايش قصدي، اللي بتحطيه بالطنجره بتحطي الحليب وبتضلك تحركي كانك انت عملتيه بالبيت بالضبط. لوين واصله في الكسل؟ بروح بتناول اللي اوريدي جاهز، يعني بيكون موجود بالثلاجه باي زي الكريمه بس هيك. ايوه زي الكريمه بحطها وبخلص، اسهل لي. بس شوفي انت بتشتغلي. انا بشتغل اول. طيب يعطيكي الف عافيه. والله حبيبتي. هلا حطينا الزيت القلي، حنزل بالبصلات. انزلي فيهم. الطش اليوم غير الطش. ايش نبيل؟ احنا حمينا الصبح حمينا الطنجره. الله عليكي. طبعا بدي اوجه تحيه لكل الناس اللي معانا عم بيتابعوا. نسرين النمر يسعد صباحك حبيبتي. بسلم عليها وبصبح عليها. روعه. شف مدوره بتقول لك. علا الموسى كمان ربحوني. يلا يا علا، يعني شاركي معنا اكثر، اعملي لايف، اعملي شير لللايف لحتى تفوزي معنا بالباكج. كمان ماهر مين؟ دلع. ان شاء الله اكون قرات البرنامج صح. برنامج الاسم صح حبيبتي. انا بعد الساعه البرنامج بعد الساعه 11:30 انا خلص. ام ينار رمضان بتقول لك كمان صباح الفل والياسمين. خلود شوفي اللي كنت احكي لك اياه. ليما ليما واميره ليما معنا دائما صديقه البرنامج. ليما شوفي طلعي قد ايش جامد. هذا كنت احكي لك اياه قبل شوي. اللي هو انه هو الباكيت كثير خفيف. يعني عشان طبقتين عشان ما تتكسر. طلعي بس عن جد معلومات قيمة أنا ما كنت أعرفها عن الباستا. بحكي لك شو أصلها وليش أجت الفكرة وشو عملوا وحتى نسبة التجفيف. لاحظتي أنت المقابلة؟ لا شوفي والله لما يكون الشخص حابب الشغلة بغض النظر هلا إيش هو شغال أو إيش هي مهنته، لما يكون حابب القصة ومقتنع فيها ومؤمن فيها بينجح. مش الكل فعليا بينجح. لا لما يكون حابب بالضبط، لما يكون حابب القصة وحابب الشغلة وكأنه عم بيعملها لبيته وأهل بيته، فبالتالي بالعكس يعني بينجح فيها نجاح باهر. تعرفي في ناس بتحسيها كتجار بس أيوة بدهم يبيعوا. لا أيوة السيد حماد بيعطي معلومات وعارف هو ايش بيعمل. ايوه بالضبط. برافو عليكي، انا هذا اكثر شيء حبيته. شيرين الفقهاء صحة وعافية على قلبك يا شيرين. صديقتي كمان بوجه لها تحية ويسعد صباحها. اعملوا لنا شير يا أم ينال، شير لللايف لحتى تفوزوا معنا. اليوم في عنا 10 رابحين رح يفوزوا معنا بباكجز مقدمة من إبراهيم مقبل. ليش مقبل اليوم؟ مقبل. وفي عنده قهوة زاكية. قهوة زاكية. بهاراتك. يلا هلا بس ايش نقلبها عشان تنزل العصارة. شوفي هلا كمان إبراهيم مقبل عنده قهوة كتير زاكية. دقتيها؟ نطالب لا انا عم بستنى من ابراهيم مقبل انه يجيبوا لنا صح يعني على الهواء. هلا بنحكي له يعني انا أهوة. اطالب انه انا والشيف نيفين واحنا عم نطبخ نشرب قهوه ابراهيم يعني مقبل. الخميس لازم تكون جاي. لازم ان شاء الله. حطيت فلفل اسود. دلع يا حبيبه قلبي يا دلع دلوعه. شوفي هلا كمان في فكره، فلفل اسود لا تكثري لانه بهاراتهم مركزه، يعني نص المعلقه عن معلقه كامله، مش ضلك تحطي بصير نار. هاي حطينا بهار اسود. طيب في شغله كثير مهمه للناس اللي عندهم استفسار انه الباكج كيف ممكن او شو كيف شكله او شو هو اللي بتربحوه. رح ناخذ هلا هيك بس فكره عن الموضوع. هذا هو الباكج يا جماعه اللي رح تربحوه من بهارات واعشاب ومطاحن ابراهيم مقبل. طب انا مش قلت لك بدي اربح؟ وانا بدي اربح. طب وين؟ وين انت؟ بس بشم روائح انا. انت قولي. بدنا ناكل احنا. يكفي انه احنا ناكل. لا بس بالبيت بدنا ناكل بالبيت. علا يا علا حبيبه القلب. اوكي تمت المشاركه من دلع. خلص الاسماء ان شاء الله بعد شوي رح توصلني من اسيا. عايده كمان. عايده ماضي صباحكم خيرات ومسرات. يسعد صباحك يا عايده. نعم نعم. لا تخليني انجن على الهواء. حديث بيني وبين اسيا امبارح انا وياه. لا انا اسمعي مطنشه يعني سمعتكم مطنشه. خليكي بالطبخه خلي حبيبتي بدنا ناكل. بس ما لاحظتي شيء كمان اليوم اني انا مدلعتك يا خلود. شوفي رح شو حاستخدم اليوم. بهارات مقبل. بهارات السلطه. بهارات السلطه لازم ندوقها. هاي بهارات السلطه. انت كمان قلتي لي اعملي لي بشاميل. هاي نعملها بشاميل. مكوناتها هاتي بس اخذي المكونات. انا بهارات السلطه عباره عن شو بهارات السلطه؟ صار عندي فضول. فلفل اسود، كمون، فلفل اسود حكيتها، كزبره، سماق، بابريكا، بقدونس ناشف.
هي بهارات بهارات السلطه بتروح على الايطاليه لحصتي ولا ما لحصتي؟ يعني هذه بس بتحطي لها فقط الزيت الزيتون وشويه ليمون زيت بس. حلوه بهارات ايطاليه لأكت. على السلطه بتحسيها عن جد للرانش. اليوم عاملين الرانش. ايوه ان شاء الله اكيد بتشتري الرانش صح؟ انا طبعا. لا دقيه مش راح تحسي بالحموضه اللي انت بتشتريها. بعدين سهله. شوفي لنا شو اخبارها. امبارح الشيف ابو وطن عمل احكي لك لاحكي لك انا ما باكل اكل هندي. لا ما انا زعلت. راحت عليك؟ لا ما راحت، بحكي له انا هاي الاكله المفضله عندي وانا الخميس ناويها. ولا عن جد تعمليها؟ اكلتي المفضله. بحكي لي خلص ثاني مره احكي لي ما راح اعملها. والله اكل النبأ بس بصراحه اكله كانت امبارح خرافيه جدا. مع اني انا ما بحب الاكل الهندي، بحسه حار، انا ما بقدر على الحار، في عندي حساسيه من الحار. فلا بس امبارح عملها كانت خطيره. طبعا ما بدي اقول لك وصلت على البيت مش ريحتي هندي، حسيت حالي جاي من ما هي بهارات الهندي. بهارات والله. طبعا. دانيا كمان بدي اوجه لك تحيه. دانيا سامر احلى برنامج، شكرا لك. دندونه ميس، يلا يا ميس الريم. طيب. شاركي معنا. بهارات فخمه طبعا دلع. خلود شوفي المي طلعي كيف المي صافي فرجيها. على سيره المي السيد حمد طبعا نرجع نوجه له تحيه، كان قاعد عم بيقول انه المي بعد ما انتم تسلقوا المعكرونه يا جماعه ميتها بيضه، ميتها بيضة مش زي المي اللي احنا بنسلقها للمعكرونه، لانها هي مصنوعه طبعا من القمح الصلب والسميد. كمان بتعرفي شغله بحكي لي شيف انه انت حكيت هذيك المره انه احنا بنحط المي طلع كيف حبت حبتها. خلود بدي احكي لك المعلومه القيمه اللي انا سمعتها هلا. حكى لي انه انت وخلود بتحكوا انكم بتحطوا المي عشان احنا بس نفكفكها. قلت له ابو لي لا، هلا المعكرونه الايطاليين بحبوها نص استواء. ايوه صح. حكى لي بحطوها كيف هلا احنا لما نعمل الخضار بنحطها دغري بمي بارده عشان نوقف انه الاستواء. اوكي. برضه هيك الايطاليين لما اذا بده يحطوها بوقفوا الاستواء يعني بمي وثلج. صح صح صح. عشان تقرش وانت عم تاكليها ما تكون. هلا الايطاليين هيك عندهم ذات انف. لها اسم على فكره. اندانتي. بس بلاش. لا لا ايش هي بالايطالي لها اسم انه المعكرونه ما تكون كثير مستويه بالايطالي؟ كان سالنا السيد حمد الله يسامحه. شو تساليني انا؟ عن جد شوفي بدي احط هلا معلقه من صلصه البندر. لا انا ليش حبيت كمان استرسلت؟ لانه الطنجره غير شكل والتفكير مريحه جدا، مريحه لحريه هوم يا جماعه. كمان نشكر حريه هوم. شوفي قديش اللي بقلب طلعي. ما دابت ومو حاسه بحراره ولا حاسه بشيء ولا انحرق لانه سيليكون. سيليكون وكمان هذا عباره عن حليب. قد ايه له محطوط؟ ما انحرق. ما انحرق يعني زي ما بنحكي ما لسع. مشغله على البشاميل. مشغله على البشاميل. خليني احرك لك اياه عشان ما تكبتل. لا ما رح تكبتل. شوفي زي المهلبيه. هذا وانا محمصه لطحينه حميص شامه ريحه البهارات. امبارح ما بعرفش اذا بزبط احكي ولا لا، قلت لك تحت الهواء ما حكيت لي. امبارح روحت كثير متاخر وبدي اكل ميت الجوع. فعملت قلتيلي. باستا، والباستا الموجوده عندي بالبيت مش عنابي. غلطه عمري. خذي لك غلطه عمري. بدي اخذ معي جوعه. اسمعي انا عندي الاولاد بحبوا كثير المعكرونه، عندهم عشق. يعني لو كل يوم ناكل معكرونه ما بيقولوا لا. والله العظيم اول امبارح على 12:30 انا وابني فتنا عملنا عادي جدا الباستا. معكرونه عادي كل يوم ما في مشكله، هتحسيها صارت ابيتايزر يعني. المهم مش هون الموضوع، الموضوع اني انا عملت اللي هي اللازانيا. رح اقول لك هلا الطريقه كيف سويتها. اوكي لقيتها من على التيك توك واخذتها. قلت يا طريقه سهله. بتجيبي سهله كثير، هي اسهل من الطريقه العاديه اللي هي طبقات انهين. جبت جبت مقلايه حطيت فيها البصل واللحمه وبهرتها. تمام. وبعدين حطيت عليها صلصه البندوره وشويه مي. بعدين بتحطي اللازانيا اللي هي غلطه عمري هاي. حطيت اللازانيا بتسكري عليها شوي، بعدين اخر شيء بتحطي عليها الجبنه الموزاريلا. اوكي عباره عن 5 دقائق بس مش اكثر. بتشيليها هاي، بقول لك طريقه سهله للازانيا، مش اللازانيا بتحطيها بالفرن. هاي السريعه كانها طبيخ يعني. لازانيا بعرف انه اللازانيا بصابني حموضه. حكى عنها سيد حمد قبل شوي. تقول طبعا مش طبيعي. يعني انا امتى بلشت احس بالفرق؟ والله مو دعايه، والله مو دعايه، عن جد انا بلشت احس بالفرق يا جماعه. هو كان عم بيحكي قبل شوي انه الواحد لما بياكل معكرونه ما بينتبه، بحس بتقل، بس لما تشوف الفرق مع الباستا الثانيه للعنابي بتحسي قد ايه عن جد انها خفيفه، لانها مواد طبيعيه 100% سميد وقمح. ف يا الله امبارح والله كنت ما بعرف معك تليفون اقول لك الحقيني. لازم اعطيكي باكج. لازم مو لازم يعني عن جد خلص. عن جد شوفي خلود هلا دائما انت الباستا هذيك مره شو بحكي لهم بدي انا الحجم العائلي
اول ما عرفتهم بقول لهم بدي الحجم العائلي 400 غرام طلع لا هو بحكي لي لانه بجففه هلا 400 غرام بتصير 800 غرام بعد السلق يعني شاف الطنجره قديش كبيره صار بس حطيت باكيتين بتنفش بتنفش بحكي لي بعد ساعتين ممكن تجوع قلت له لا هيك راح اكون انصى بحكي لي لا ما بتنصحي أميرة علي على فكرة انعمل لها منشن وأميرة دخلت معنا على اللايف شاركوا معنا بتعليقاتكم طبعا عبر صفحتنا على الفيسبوك مين اشترى من العنابي مين اشترى من إبراهيم مقبل ابعتوا لنا سكرين شوت احكوا لنا أكثر عن هاي المنتجات اللي عم نحكي لكم عنها لين كمان بتقول أحلى شيف وأحلى قناة وأحلى إعداد وأوكي طب قلتي لي انت بتحكي على الخفيف المعده كمان ليدز معنا نشكرهم ليدز كمان معنا لانه خفيف على المعده هذيك اليوم انت عملتي لنا كباب بالكرز مع الخبز كان كثير عن جد امي عجبتهم كثير الفكره عجبتهم الفكره كثير بدنا نصفي ونجيب هون نصفيها طنجره انت بس تخلصي من هون وين بتروحي على البيت ولا بيكون عندك شغل لا ايام تصوير تصوير بتصوري بالبيت صح نجين؟ بالبيت وهلا مع العنابي بصور كمان وصفات خاصة وغير شركات ثانية لا بس أيام تصوير أيام بالبيت حسب هلا بدنا نشيل هاي الخلود إيش أعمل؟ بس حطي لي هاي هون بعد إذنك تمام بدنا ناخذ منها كمية علا بتقول أنا اشتريت من العنابي حلو ممتاز اعطينا فكره كيف رايك يعني اعطينا هيك رايك الفيدباك عن منتجات العنابي بدي اروح ازل المي كامله مش راح تنفع معنا هيك بدك اساعدك بساعدك لا خلص سلم ايديكي هونيكي شوفي ما احب بدي كنت افرجيهم كيف انا بنزل فيها عرفتي ما زبطت لانها كبيره اسم الله ام ينال بدي اوجه لك تحيه كثير كبيره يسعد صباحك ام ينال بتقول احنا زباين ابراهيم مقبل فرع جبل النصر قهوه وبهارات روعه الله عليك يا ام ينال ان شاء الله الكل يكون كمان رابح معنا اليوم كل حدا عم بيشارك معنا ان شاء الله يربح معنا باكج مقدمه من سبايس شيف بهارات ابراهيم مقبل انا كنت حابه افرجيهم اياه وانا بدير المي صافيه بس ما كبيره ما زبطت هون فما شاء الله المي هينا هون استوت معنا اللحمه وهذه غليات غليات خلينا نطفي كل شيء ونطبق شكرا لك يا اميره هذا من ذوقك هلا بدي احط الباستا هون ما حسيتي هذا الاسبوع طول لا يعني صراحة. انا اليوم صحيت بدنا فيش مدارس ما طول لسه ثلاثه مش قادرين نخلص لا بدنا في مدارس يا بنت الحلال خليها على راحتهم لسه المدارس ما واحد تسعة يعني قربت بنتي شافت الشنتات بتقول ليش التذكير هذا بالشوارع ليش هذا التذكير بنتك قد ايه عمرها صغيره 8 سنين اسم الله عليها الله يخلي لك صف ثالث لسه في البدايات فبقول ذكروهم ركضوا عليهم ندوق ليش والله احلى ايام بتعرفي والله بكره هذول بصير يقولوا الله يرحم ايام المدرسه زي ما نحن هلا صار فينا وكانوا اهلينا يقولوا نفس الكلمه بكره بتترحموا على ايام المدرسه والله والله ايام المدرسه شو اكبر هم الواحد كان انه اروح على البيت اتغدى احضر كرتون واعمل الواجبات واحط راسي وانام بس هذا اكبر همه يلا تعال بدي احط البشاميل هون يلا قولي لي ايش بدي اسوي ايش اسوي طنجره البشاميل انت بدك تحطيها فوقيها دايركت ما بدك تحطيها بايركس زي هيك دقيقه دقيقه انت بتعمل بشاميل بالبيت اوكي متاكده لا شوفي بدي احط لانه حاسه كميه الهيك باسم الله اول شيء بنوزع لنطفي الغازات كلهم بدي احط نص باستا شوفي الباستا مدارس الحكوميه الاسبوع الجاي صح وفي مدارس خاصه كمان داوموا توجيهي توجيهي يس داوموا وحتى كمان اللي بدرسوا انترناشونال كمان داوموا يعني فاكيد نتمنى لهم عام دراسي مليان بالنجاح مليان بالدراسه مليان بايش بالتفوق اوكي هلا استوعبتك فكرتك بدك تحطي البشاميل فوق لا انا بحط بس حاسه انه هون كثير حيطلع كثير فلا هلا بتحطي هيك عشان تاخذ النكهه الصح بس هيك بدك تحركي البشاميل شوفي ما احلاها ولا مي عشق عشق المعكرونه انا عندي عشق شوفي اكثر اكلات بحبها المعكرونه كفته بطحنيه هي تسميح حكي ولا طبعا تسميح حكي بقول لك ايش المنيو اللي بدي اياه اوكي اسمعي ما بتكتري صوص عليها صلصه بندوره صح لا لا بس معلقه صغيره في ناس ما بحطوا سهله والله بما انه مدلعيننا الحريه هون معطينا كل اشكال جيهان يسعد صباحك يا جيهان بتقول باستا العنابي المميزه شوفي هذا كمان من العنابي
من حريهم. دلعينا بكل الاشكال بكل الالوان يعني ما شاء الله. لا وطلعي البايركس يعني هلا هدول البايركسات لما بفوتوا على الفرن ما بيصير بعد شوي زي البايركسات العاديه مثلا، لا ما بيصير لونها على اسود او تنحرق او او صعب الفرن. انك انت تغسليها او تجليها يعني. اه هي كانت فايته صح فات الفرن. بس شوفي ما احلاها كمان الستانلستيل عندكم. دلع بتقول لك تسلم ايدك يا شيف. صح بديها يا رب. فكرة البشاميل الأكلة الوحيدة اللي بحسها الناس بتتقبلها أكثر من الكريمة. بعدين بتكليها على الغداء تزبط، بتكليها على العشاء باردة سخنة، باردة سخنة تمشي حالها بكل شيء. تمشي عن جد. خلصناهم نفس الطريقة. إذا بدك تعمليها مع جاج نفس الطريقة قصدك بالطبقات؟ آه. كيف تعطي الجاج هاي؟ أنا تعطي الجاج اللي ما بعرف أعملها. عادي بدل اللحمة بتحطي جاج. بس انت بتاكلي جاج. بتعرفي لو ابو وطن هون كان قال لك فكينا شيف وكان قلب لك اياه. فكينا فكينا من هيك. نحن بندردش. لذيذ ابو وطن لو جينا تحيه. وكمان الشيف فراس بدي اوجه له تحيه. بكره الشيف فراس رح يكون موجود معنا رح يطبخ لنا بكره سمك مسكوف. سمك المسقوف. ها دلع خلص حبيبه قلبي اعتبري الباكج صار عندك. ولا بس عليك الاستلام. ونفيل لا مش قابل الباكج يوصلها ما وخلود بلد. لا طيب ما احنا هون في خدمه الجمهور. ابراهيم مقبل احنا زعلانين. لا هلا احكي لي قبل ما تعاتبي ابراهيم مقبل كيف تعمل لي البشاميل اللي هي بالجاج عن جد؟ بتقطعي عادي بتجيبي بصله بتقطعيها بعدين بتحطي عليها الجاج بتكييها بكريمه كمان. لا بشاميل معكرونه بالبشاميل اللي هي الطريقه المصريه عرفتيها المكرونه بالبشاميل اللي بحطوا فيها جاج بدل اللحمه نفس الشيء بس قطع جاج فيليه. طبعا الجاج ما بتحطي صلصه؟ لا ما بنحط لها معلقه بندوره. لا لا لا. طب كيف شوي تكون طريه الدجاجه يعني كيف بتستويها؟ هلا الدجاجه اهم شيء اهم شيء خطوه بالدجاج انه يكون الزيت حامي. ما تحطيها على طنجره ما تكون حاميه. يعني انت بتعطيها صدمه بتضلها جوسي من جوا. انت قصدك بدك جوسي صح؟ اه ايوه جوسي. الدجاجه ما تكون ناشفه. لا هي اول شيء الدجاج ما تضلك تقلبي فيه وتضلك تحركي لتيبسيها. اوكي لا بتخليها براحتها. تمام بعدين بتقلبي بتحطي بهارات. هلا انا بحس البهارات الايطاليه بتروح زاكيه بتكون للجاج مع الدجاج. الدجاج بس نفس الفكره والبشاميل نفس الفكره كله واحد. اها هيك تقريبا خلصنا احنا اول وصفه. طبعا اوريدي هي الشيف نيفين يعطيها الف عافيه عملت لنا كمان هيك احسن. بايركس ثاني طبعا هيك عشان يعني يكفينا كليتنا ولا لا حسام؟ لا انه خلص درنا دير. جوعانين يا زلمه. طيب اخر شيء قولي يلا بس اخر شيء نفرد عليها الجبنات الموتزوريلا مع الشيدر. انت عامله ميكس صح؟ انا شوفي بحب الميكس. انا دائما بحب الميكس. اعملوا شير لللايف عشان تربحوا معنا. اعملوا منشن لصحباتكم لاصدقائكم لعائلتكم لقريبكم عشان كمان يكون في عندهم فرصه انهم يربحوا باكجز مقدمه من سبايس شيف بهارات ابراهيم مقبل. بس انا بطالب على الهواء تعبلوا لي مي سخنه هون. اعمل لك مي سخنه وين؟ هون. كيف يعني؟ يعني عبي الطنجره. اعبي لك طنجره بس يلا هلا هيك خلصناها تمام. هلا شو بدنا نعمل كمان؟ شوفي شوفي اكرمي بالجبنه طبعا أسكى إيش الجبنة. وممكن على فكرة تزيدي عليه. الله أيوة روق كنت أقول لك والله لازم التاتش. جول 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 يا جماعة. بس طيب هلأ في تطبيق في متجر إلكتروني يا جماعة هذا تدخلوا عليه من الآي أو إس أو من الأندرويد. وأنا متبع أنت معي سحني بحكي لك لك المعلومة حسام. افتحي الغاز. فهذا المتجر بتنزلوه على الموبايل من الآي أو إس أو من الأندرويد بتفوتوا بتلاقوا بهارات إبراهيم مقبل تكبسوا عليها وبتعملوا الاوردر اللي بدكم اياه بيوصلكم محل ما انتم. تمام؟ نطلع بريك عشان نروح للوصفه الثانيه. انت كم وصفه اليوم عندنا؟ لا وصفتين رئيسيات وهيك بدنا نعمل مشروب بارد بس سهل وسريع. يلا الله يبردها على قلبك يا رب. يلا بريك تمام. وبنرجع يلا. يلا
رجعنا معكم مشاهدينا طبعا، والاسماء بلشت توصلني من الاعداد، مين اللي عم بيفوز معنا ومين اللي راح يفوز معنا باخر الحلقه. راح نعلن عن اسماء الرابحين. عندنا باكجز مقدمه من سبايس شيف بهارات ابراهيم مقبل، دخلنا صينيه المعكرونه بالبشاميل بالفرن، وهلا بانتظار اللي هي ايش؟ نعمل سلطه المعكرونه. سلطه المعكرونه طبعا، دائما بنقول شكرا لمنتجات العنابي، الهويه الوطنيه القطريه اليوم فعليا صارت موجوده بالاسواق الاردنيه، منتجات احنا كلياتنا فخورين فيها لانها خلينا نقول فيها سر هاي المنتجات، وسرها بمكوناتها الطبيعيه. لما بنقول معكرونه خفيفه على المعده صراحه، لما بنقول معكرونه ما بتلزق، لما بنقول معكرونه معموله من القمح الصلب وايضا السميد، انا كثير صار جعبالي انكم تجربوها وتعطوني الفيدباك، يعني وتعطوا كمان الشيف الفيدباك. كمان الفوائد الغنيه بالبروتينات والالياف وفيتامين دي. يلا بلشي. طيب. هلا انا نعمل اول شيء هلا السلطه، سلطه المعكرونه بصوص الرانش. أوكي. رح نحتاج لاكيد معكرونه العنابي، لكوبين من اللبن، كوب من المايونيز، فليفله ملونه انا مقطعتها اخضر واحمر واصفر الموجود، عملت لنا تكنيكالر، وحاطه هون زيت زيتون اسود وذره. وللدريسنج راح نعمل كمان ليمون وملح وزيت زيتون واكيد بهارات السلطه من ابراهيم مقبل. برافو. يلا تمام، عبل ما تيجي المي، عبل ما تيجي المي بعمل. اعملي لنا انت الدريسنج. بدي اعمل الدريسنج. شوفي دائما بصوص الرانش مثلا عملت مقدار كوب من اللبن، نص كوب من المايونيز، تمام يعني نص. هي اجت الميه خلود وراكي. سخنه يعني احنا ما بنستغنى عن الشباب عن جد، الله يرضى عليهم، شكرا كثير. وين احط لك اياها هون؟ عبيها. طبعا انا وياكي كمان نشكر الحريه هون اكيد، ومعدات للمطابخ. على فكرة معدات للمطابخ في عندهم ميزة بجوز مش الكل بيعرفها، يعني هلا مثلا إذا أنت عندك مطبخ وجا بالك إنك أنت تعدلي عليه مثلا، بدك تعملي إشي معين مثلا، بدك تعمل حط الميكرويف تعمليه بلت إن تجديد، يعني تجديد، أو مثلا تزيدي أو تشيلي أو تقيمي في إشي بالديكور مثلا مو عاجبك، معدات للمطابخ بيظبطوا لك إياها. بعدين عندهم تصاميم دائما مميزة، تصاميم جديدة دائما عصرية، دائما بواكبوا الموضة، والماتيريال كمان ممتازه. بتعرفي عندهم جرار بيطلع فيه واحد هون بقول لك عادي لا تخافي، ايوه بتوقفي على الجرار عندهم. والله والله جد بحكي، كل واحد خفيف. لا 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 بقولي 60 كيلو اطلع الجرار. والله لما رحت عندهم على المعرض تحدي، يا بقول لك احنا واثقين بالمنتج اللي عندنا. طيب هلا انا حطيت التذكير اللبن والمايونيز، هلا راح احط عصير الليمون ورشه من الملح. أميرة بتقول لك اليوم أكلتي تأمنت، شكرا شيف بتساعدينا باختيار الغداء لأنه أصعب سؤال شو بدكم تتغدوا. والله صدقتي شو بدكم تتغدوا. وبعدين مش بس هون يا أميرة، خليني أنا أفشل لك قلبي شوي. بتروحي بتسأليهم بتقولي شو بدكم تتغدوا اليوم؟ زي ما بدك. لا يا ريت زي ما بدك. أول شيء زي ما بدك. طب أعمل لكم ملوخية؟ امبارح أكلنا ملوخية. طيب أعمل لكم فاصوليا؟ ما أنا ما باكل فاصوليا. أعمل لكم أوزي؟ ما هو فلان ما بياكل أوزي. لا بالظبط بتصفي انه اقول لكم شغله بديش اطبخ. لسه انا اولادي باكلوا مثلا اللحمه المفرومه على الشغله، فليفله ما بده بالبيتزا. الولد الثالث التنقيب هاي جد مش طبيعي. ليش حطيتي بصل بالسلطه؟ هيك اول كلمه بتنحكى عليك. طب هي اصلا زكاوه السلطه في البصل، انت حاطه بصل بالسلطه اليوم؟ لا. طيب شوفي هذا الزيت يعني بوجه تحيه لصديقتي اياد، هذا الزيت منكه حلو عده نكهات، يعني هذا شوفي من لونه مبين، هي منكه بالزعتر. باكج كامل بعثت لي بشكرها كثير، هي بتعتني فيه تقريبا بعد معها شهور وهي بتحط بس النكهه بتعتني عليها. طب هات خلينا نستضيفها هيك يوم تحكي، يعني هذا كمان مشروع حلو. هذا مشروع زيت غزه مسميته، ما احلى ما احلى لونه على فكره جنه. طيب بدي اوجه كمان تحيه لازهار البنفسج الراقي، تحيه لجميع القائمين على القناه والعاملين فيها، شكرا لك او لك. كمان بدي اوجه تحيه لحمزه بيقول شو بدكم تطبخوا اليوم؟ طبخنا اوريدي، طبخنا معكرونه بالبشاميل طبعا باللحمه المفرومه، وهلا الشيف نيفين عم تشتغل على السلطه. طيب هلا بدي احط بهارات شوي. انت حطيتي لبن؟ حكينا 2 كوب لبن، نص كوب من المايونيز، نص كوب من المايونيز، كوب 2 كوب لبن، كوب من المايونيز. أوكي. حطينا نص دائما نص مقدار اللبن، حطيت كوبين لبن بحط نص كوب مايونيز، حطيت لحظة ركزي كوبين مايونيز، 4 كوب لبن، كوب مايونيز، 2 كوب لبن، خلص شو ما أضعف اللبن ضعف المايونيز. ضعف المايونيز بالضبط. شكرا، شكرا. آسفين لإزعاجك.
لا هو الضعف، اللبن ضعف المايونيز. تمام. شوفي بهارات شيف فراس، يسعد مساك يا شيف. بكره يا جماعه استنوا حلقه الشيف فراس، يعني والله الشيف فراس انا صرت متحمسه انه بكره السمكه هتوصى بالسمكه بكره. الله يخليك، انا بحب السمك. بدي احط بهارات السلطه. اطباق بتشهي، قولي حبيبتي. خلود. ايه كمان ابتسام ابو حسين. خلود يا عمري حطيت بهارات السلطه. بهارات السلطه هذه اختراع بحد ذاته. شميت الريحه انت؟ ما انا شميت الوصفه الاولى. نعم جاع جاع وليد. لا لسه بدها شوي على فكره. شكرا انه احنا مشغلينها ولا مو مشغلينها. لا تمام قولي تمام. والله تمام خليك. لا عن جد عم بحكي الشغله. لا جد والله، بس انا شغاله صح. لا بس لسه لا هي بلشت الجبنه تدوب. زاكية دوقي. يا ريت، انا بحب ادوق. يلا ومالحه. جيهان كمان انا بوجه لك تحيه. انا بس جا على بالي ادوق البهارات تاع السلطه. بدها هيك بتتحمل كمان شوية زيت زيتون. ما بدها تلعبيش فيها. لا بتتحمل زيت زيتون. ما بدها ولا إشي كتير زاكية. قديش دائما بتحبي تعملي أكل يكون شوي صحي ما ينصحنا؟ إلي؟ قديش بتحبي تعملي أنا هذا أكل؟ السؤال إلي؟ ما أعملوش. بحسك هيك. أنا كل شيء دسم. أنا في أيام زمان كان الشيف لما كان يوقف هيك ورا الغاز لازم يكون هيك، يعني عارفه الكرش مع الاكل، تحسيه يعني بيطبخ يعني ايش من قلبه. هلا انت طالعتي لي عملتي لي فيها بس والله فتنس. كله دسم. اسمعي يعني انا كل طبيخي دسم، يعني ما بطبخ انه احكي والله شغلات مش دسمه. لا انت لا انت على فكره ما بتطبخي اكل دسم. لا نادين لا، او بجوز انت من النوع اللي بتطبخي بس انه بس انا اشي ممكن جسمك بيحرق. في اجسام بتحرق، يعني في اجسام عندها. شوفي انا ما باكل حلويات. ما هذول اللي بياكلوا ما شاء الله عليهم، عن جد بياكلوا ما بيبين عليهم. لا انا ما باكل حلويات، هذه نعمه من عند رب العالمين. انت ايه؟ ما باكل حلويات. وانا ما باكل حلويات، هاي الفكره. طيب بدي خلود بعد اذنك بدي صحن كبير. يعني على الترتيب والنظافه حط الدريسنج هون. انت شو طابخه اليوم؟ طبخت امبارح منزله مع معكرونه، يعني طبختين مش تاكلوا مع بعض. منزله على الغداء والمعكرونه. لا طبخت امبارح طبختين، عملت شويه منزله كان في عندي باذنجان. ما هي الصوص نفسها تاعت البندوره واللحمه صح؟ بالضبط. شفتي كيف انا؟ وعملت اللي قلت لك عليها الباستا. لا على فكره انت ذكيه، لانه انا نفس الشيء بعمل. لما اعمل منزله اولادي ما بحبوا الباذنجان، شو بروح بعمل؟ معكرونه جنبها. او ممكن تعمليها متبل ممكن يعني. شوفي خلود هلا هون بنفسه بس امتى الدريسنج رح لنا على جنب. حبيبتي يا علا يسعد قلبك يا رب، يعني حدا مدحني معلش. لا اوكي خذ راحتك يعني انا. طب شوفي بحب اللي بمدحوني. كلنا بنحب اللي بمدحنا. نعم كلنا بنحب اللي بمدحنا. انا خلصت لهم. طيب بخجل والله يا اسيا، بتعرفيني خجوله. بتقول اخت خلود دمك شربات. حبيبتي انت اللي دمك عسل وشربات وبتجنني. دي مصريه شربات. شربات خلود. خليني احكي الوصفه بعد اذنك، بعدين بتغزلوها لو سمحتوا. شوفي رح احط فليفله ملونه. خلود انت قمر ما في زيك والله جد، تحت الهواء على الهواء انت بتجنني. حكينا زيتون اسود. اوكي طبعا ابني باكلوش برضه بالاكل من ايمو. حطينا ذره. بس هلا الدريسنج انا بحب دائما احطه هيك، لما احط المعكرونه اقلبه واخلي صوص على جنب. في ناس بتحبه تقيل. في ناس بتحب تقول لك لا انت التقديم، يعني لما تقدميها حطي الصوص. لما تقدميها حطي الصوص عشان افضل، عشان المعكرونه بتشربها. صح 100%. شوفي من المعلومات اللي سيد حمد حكى لي اياها عن المعكرونه، بقول لي انا راح اعمل السباجيتي اللي عندكم خشنه، ملمسها خشن. ليش بتتوقعي؟ ليه؟ هلا الملمس الناعم اللي هو هلا موجود حاليا ما بيشرب كل الصوص. اوكي تمام، ما بيشرب الصوص. الخشنه بتلاقيها لا بتشرب كل الصوص، تاخذ الصوص. بقولي انا هذا لاحظته، بقول له فعليا انا لما سويت الباستا بالكرات اللحمه الصوص عندي ما شرب. فبقول لي لا رح تنبسطي انت بالبرودكتس يعني الجديد. ما شاء الله عليهم والله. العنابي كمان هلا هم كانوا عم بيحكوا بالانترفيو. ايش بدك الصحن؟ كانوا عم بيحكوا كمان بالانترفيو سيد حمد انه بدهم يعملوا زي فكره ما بدي احرق له اياها انا حرام، بس فكره النودلز اللي بتقدر تصيري انت يعني بالشغل مثلا تجهزيها تحطي شويه مي سخنه وذاتس ات.
طيب اعملوا كشري واستضيفوني اعملكم احلى كشري ازهار البنفسج. اهلا وسهلا يا ازهار البنفسج، تفضلي لعنا ايمتى ما بدك. بهار الشيف ما شاء الله اختياركم للشيف رائع. الله الله. كمان في تحيه، شكرا لك نسرين حبيبه قلبي نسرينو. جنان بتقول لك لوحه فنيه فعلا. جيهان الاعرج كمان بدنا حلقه تطبخ فيها خلود. لا يا جيهان انا بكفيني الطبيخ بالبيت والله العظيم طالعه روحي. لا خلود شيء سريع، انا بحب اكل، انا بحب اكل، يعني بحب حدا يطبخ لي. طب احنا كنا بنحب ناكل يعني عرفتي، انا والله بس لو ما عندي اولاد انا ولا فكر ولا بفوت للمطبخ، بخليه ديكور بس بالبيت يعني، بس هاي هي. كمان بدي اوجه تحيه، استنوا شوي، في حدا الياس احمد كمان بدي اوجه لك تحيه. في حدا كمان شكر بقاسه عندها طلطه تطلعنا احلاها، لازم كمان مكرونات يعني. شوفي انا خلصت كل اغراض الحريه، عم بطلع افرجيهم، طلع ما احلاهم. قولي حبيبتي قولي، شوفي ما احلى هاي، طلع هلا. أميرة ما شاء الله عليكم أروع جروب، يسعد صباحك يسعد صباحك شيف فراس. وصل وصل التحية أكيد. طب إيش اليوم السؤال عشان يربحوا؟ إيش السؤال؟ آه. ما احنا حكينا لآسيا تصير تحضر لنا سؤال، صح يا آسيا؟ سيري حضري لنا سؤال. غليت هاي خلص تمام صار. أزهار البنفسج حبيبتي، الشيف نيفين مش ضيفة معنا، الشيف نيفين والشيف فراس والشيف أبو وطن هم أساس البرنامج، فهم مش ضيوف يعني، هم قائمين على البرنامج. حتشوفوكم حتشوفوني ثلاث ايام، حتشوفوني كثير. الله بعين شو بدنا نعمل يعني، معلش تحمليني. حنتحمل حنتحمل لانه اكلها زاكي والله، اكلها زاكي لا يعلى عليه يا رب حبيبي. طيب انا اعتقد انه استوى، بعدين بتعرفي شغله العنابي ما بتحسيه بده وقت ليغلي يعني، بس احنا تاخرنا بالمي لجبناها هيك تمام. صفيها انت زي ما هي هيك، وحاولي تفرجيهم المي قديش بيضة. هاي الفك شوفي عن جد عشان بس ما نظلمهم، لانه قبل شوي طلعي. ايوه شوفوا لي بس المية قد ايه بيضة، فعليا هذا دليل على انه المواد سميد وقمح فقط فقط لا غير فقط، وما خلص. مش مضطرين على فكرة نروح نبردها بمي باردة، خلص لا لا خلص تمام. فرجينا المي بس بدي اصفيها. طيب مش ضايل الوقت، اعملوا قد ما بتقدروا، اعملوا شير لللايف، اعملوا منشن لاصحابكم لقرايبكم للناس اللي بتحبوهم لحتى تربحوا معنا باكج مقدمه من سبايس شيف بهارات ابراهيم مقبل. اذا كمان حابين انه يوصل لعندكم الاوردر من سبايس شيف بهارات ابراهيم مقبل، انتم بتقدروا تعملوا الاوردر ومحل ما انتم قاعدين، بتفوتوا على شيء اسمه سوق العروض، هو متجر الكتروني اسمه سوق العروض، في سكشن قسم لبهارات ابراهيم مقبل، بتعملوا الاوردر اللي بدكم اياه بوصلكم محل ما انتم. شوفي خلود كمان طلعي بعد السلق مباشره طلع. ايوه 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 فكينا منك، بدي اعمل لك شيف ابو وطن، فكينا منك. اها يعني اللي بيعملوا عليك شيف وطن خلص طبقي. اه شوفي اسهل صراحه. تهاني يلا يا تهاني شاركي معنا يا تهاني عشان تفوتي معنا بالسحب. طب خلود انا هلا بدي احط الخضار مع الباستا وبدي اقلبهم. والله كثيره. وهلا بدي انت كنت تتغدوا؟ بدنا نتغدى كلياتنا والله جوعانين صراحه، وبعدين المعكرونه مع معكرونه العنابي لا تفوت ولا تعوض. وحكى انها ما بتنصح فرصه، وبس هي حكت كمان شغله كثير مهمه الشيف نيفين، انه لما بدك تقدميها بتحطي الباستا قبل هيك ما تحطيها، منيحه للحفلات هذه. اها للصغار وهم قاعدين هيك كمان بيحضروا تلفزيون. يلا هلا بس بدي احط من الصوص الرانش. بتقدري تعمليها كمان اذا حابين هيلثي بس يستغنوا عن المايونيز. الياس احمد الله يسعدكم شكرا لك. وين السؤال؟ ما في سؤال يا جماعه خلص، ما في سؤال. احنا اليوم اي حدا بيشارك معنا، اي حدا بيعمل شير لللايف، اي حدا بيشارك بتعليق بفوت معنا على السحب، وان شاء الله الكل يكون رابح معنا. هو السؤال فين؟ انت قول وانا اقول على طول يعني، بس شير كومنت وشير. خلصنا احنا ولا شو؟ لا خلصت. طيب اعطيني نعم نفوت بالعصير، خلص بكفي حطيتي كثير بما فيه الكفايه. يلا اعطيني عشان انت تبلشي بالعصير لانه احنا ضايل معك. طيب اعطيني فاصل فقط خمس دقائق. يلا فاصل يلا. فاصل ونواصل يا جماعه. هذا البرنامج برعايه I don't know.
في كل بيت في أوقات بتجتمع في العيلة على أكل ما مننساها. المعكرونة الجديدة من العنابي طعم بياخدكم لإيطاليا في كل لقمة. مع العنابي اللحظات بتصير ذكريات، والنكهات بتحكي قصص العيلة. العنابي طعم بيجمع العيلة. العنابي لأحلى لحظات العيلة. رجعنا معاكم ووصلنا لآخر وصفة مشاهدينا، ووصفتنا هي عصير الليمون مع النعناع. بالنعناع، يلا سهلة سريعة جدا جدا جدا، ما بدها مكونات، مكوناتها كتير سهلة. رح احكي لي. لتر من المي، 4 حبات من الليمون المعصورة، وبدنا سكر ونعناع فريش. هاي، وبعدين بالضبط دقيقة ورح أبلش أعلن عن أسماء الرابحين. قولي قولي إيش بدك. عادي هلا منجيب يزن. يلا يزن، ثانية خلق أعطي شوي يزن أو ماهر. يلا حنا يا سريعا سريعا. الله يا أخي، إحنا ما بنقدر نستغني عنكم، ما بنستغني عنكم انتم. شكرا لوجودكم بحياتنا. مزبوط احنا مرات بنشيل بختكم، بس معلش بنحبكم برضه، بتضلكم ايوه في لكم حاجه يعني ما. طيب خلينا نقول، بدك تحكي ايش وصفتك؟ مقاديرك حكيتي؟ حكيت. يلا احتاج لتر من المي، لاربع حبات من الليمون المعصوره، وسكر، واكيد اوراق النعناع على فرش. حلوه هذه، هلا كمان بالصيف لساتنا اجواء الصيف، يعني خلينا نستغل موسم النعناع والليمون والصيف والى اخره. بدي احطهم كلهم فوق بعض. طيب اول رابح معنا لليوم الياس احمد، الف مبروك لك، ربحت معنا باكجز مقدمه من مطاحن وبهارات وبن واعشاب ابراهيم مقبل. بس خلود الفكره قولي. بس حطيت الوراق، ما تحطوا يعني العيدان لا تحطوها، بس الوراق يعني تعطي مراره شوي. صباح الخير من فلسطين، العون للتعلم والابداع، كمان ربحت معنا الف مبروك. حمزه حسونه كمان بدي اوجه لك تحيه واقول لك الف مبروك يا حمزه. لين عطيات كمان بتقول، شو يسمعوك هلا، كانت عم بتشارك معنا لين عطيات. شيرين الفقهاء كمان، وماهر جماز ربحوا معنا. يلا قولي شغلي. طيب بدي اوجه تحيه كمان لدانيا سامر، دانيا ربحتي معنا الف مبروك. ودلع بتقول لك انا جربت العنابي وكثير روعه. دلع يسعد مساك يا دلع. وبعدين خلود لازم نلاقي لنا حل بهاي. برضه يعني بدنا نروح لعند ماهر. انت على فكره ما عندك ابدا. طب اعملي انت. لا انا نفس الشيء، انا زيك ماهر. خلف الكواليس ماهر. انا اجيب خلاط ثاني وخلص نريح حالنا، بس احنا بدناش نكبها. شوفي ريحته منعشه صح؟ ايوه جايبة. احكي مع نفسك انت هلا هالفتره لغايه ما اجيكي بالمعلوم. شكرا ماهر الداعم الاول للشيف نيفين. يلا صبي. الله ريحته ماسكه. تحبي بدي العصائر الطبيعيه؟ طيب بدي ارجع بس اشيك على هاي هون، امورنا تمام ان شاء الله باذن الله للشباب الطيبه عشان ياكلوا. بعرف مين؟ لا ليث، بوجه لك تحيه ليث، يسعد مساك ليث. موجود هون ليث طبعا، مخرجنا العظيم الكبير الفخم. هلا بس ننقل كاسات العصير هناك. طيب اذا احنا اليوم كنا بثلاث وصفات، الوصفه الاولى هي المعكرونه بالبشاميل مع اللحمه المفرومه. طبعا بدي اشكر العنابي ومنتجات العنابي الهويه الوطنيه القطريه، شكرا للسيد حمد، وشكرا لكل القائمين على هاي المنتجات الفخمه ومنتجات العنابي. كمان الوصفه الثانيه برضه باستا، كانت سلطه بصوص الرانش. بصوص الرانش كمان برضه سهله وخفيفه ولطيفه، وبتنفع بالغداء بتنفع بالعشاء يعني اي وقت. ايوه وقت. كمان اخر شيء ختام عصير الليمون، عصير مع الليمون مع النعناع، ننقلهم هناك يلا على البوفيه. تفضلوا شباب، والله الشباب سنة اسنانها يا جماعه.
خليكم دائما معنا يا جماعه. وكمان بدنا نقول لكل الناس اللي عم بيربحوا بتروحوا على فروعهم لابراهيم مقبل، بهارات ابراهيم مقبل، سواء كانت بمرج الحمام او بطبربور او بجبل النصر. الف مبروك للجميع، وكونوا دائما معنا على الموعد من الساعه 11:30 لغايه الساعه 12:30. وشو ضل؟ شكرا شيف، بدك تحكي كلمة حابة تضيفي؟ لا بالعكس، يعني بنشكرهم على المشاهدة كمان، بحكي لهم خلوا عينكم علينا، رح نعمل شغلات كتير طيبة خلال الأسبوع. يلا نلقاكم إن شاء الله بكرة، وتحية مني أنا خلود ديب، باي باي، شكراً.